ست بذور دجاج، خمس اكواب ارز محمود، تابع تابع يا ابو عون تابع، ونصف كيلو بصل حجم صغير، بطاطا حجم صغير، زنجبيل مفروم، حبتين بندوره مفرومات، فلفل اخضر حار مفروم، وسمنه هيل ناعم، بهارات مشكله، خلنجان وكركم، ملح وفلفل. ننزل بالسمنه حبايبنا، وهون على جنب عندي الدجاج المسلوق تمام جاهز، وعندي هون بصل وبطاطا من الحجم الصغير، شوي حمصتهم مع شوية زيت. تمام. جاهزين؟ تمام تمام. على طول الآن بننزل بالفلفل الأخضر الحار. الله. الزنجبيل والثوم. الله. على طول طنجرة سخنة، روعة روعة. يا عيني. بدت الروائح تطلع عندي هون. طبعاً هذول الطناجر تبعت عبدين ما طبعاً. ما غير هذول إذا حمية مصيبة. طناجر السافلون. هذول إيدك يا أبو حمزة الله يرضى عليك. طناجر إيدك. السافلون. إيدك. 5 ميلي سمكه. وخمسة من طبقات الجرانيت، أحجام مختلفة، ألوان مختلفة، وكل معداتنا اليوم من عبدين هم سنتر. حل ما إلها. حل ما إلها. طيب. الآن. بهاراتنا اليوم كلها أكيد من الضياء. تمام. وأول نوع بهارات راح يكون أضيفه اللي هو الخلنجان. عندي خلنجان ملعقة صغيرة، وهو ابن عم الزنجبيل. عندنا هون البهار المشكل، وعندنا هون كمان الكركم. الله عليك. هاي بهارات هاي كثير راح تعطيني طعم حلو، ورايح أضيف الآن رب البندورة. صار عندي هون أساس الطبخة، هون في بهارات، في أطايب وريحة ولا أطيب. الآن رايح أضيف البصل اللي أنا عامله والبطاطا الحجم الصغير. هذا كثير مهم هون. وطبعاً كله في مقالي السافلون الفخمة، وعلى فكرة اليوم وصلتني طنجرة سافلون للمفتول. يا سلام، هذيك ترى تبعت المقلوبة مكتوب عليها من برا مقلوب ومحاشي وملفوف وزرب كمان صارت وسوى فيها الزرب أبو عون. نضيف الرز المنقوع والجاهز، نضيف مرق الدجاج ونطبخها، وبآخر الحلقة نقلبها وفرجيكم كيف الدجاج المرتب. فرايحين ناخذ الرز ونضيفه على الدجاج والنكهة الطيبة الموجودة من البهارات يا أبو طه. الله عليك.